فتحت بيه وصليت والدنيا زي الفل. الناس اللي جايه من بعيد الحمد لله على السلامه، الناس اللي في السويس يعني ايه مرحبا، ان احنا نشوفكم مره ثانيه بجد يعني. نتمنى ان ده ما يبقاش اخر عهد في اي نظام قطري بالكليه. لسبب انت لما تخرج في الفيل في حاجات كتيره في الاتيتيود بتاعك، في حاجات كتيره في دماغك، في حاجات كتيره في شغلك بتتغير. لما بتبعد عن الكليه الجزء العلمي عندك مش هنقول بيقل، لا بيدخل في مرحله ضمور شويه. لكن طول ما انت متصل بكليه الطب القطري اللي موجوده في الريجون بتاعك او اللي انت شايف ان هي بعد كده بتديك معلومه تقدر تشتغل بيها، ده بيخليك اب تو ديت. كان زمان الدكتور عبد المنعم سالم الله يرحمه كان بيقول لنا ايه؟ الطب القطري اب سايد داون كل 10 سنين الله يرحمه. دلوقتي لا، ده الطب البيطري اب سايد داون كل 6 شهور. انا امبارح عشان ادخل اجيب لكم الكتاب بتاع الفلويد ثيرابي وازاي تعمل فلويد ثيرابي وتديني الترابينس والقص وحتى خلال العظم واثناء الانستيزيا والكلام ده 24 موجود، بس عاوز مني 24 مراد. قلت له خلاص كفايه 23 وهنشتغل متاخرين قد ايه؟ تقريبا 6 7 شهور. فالطب البيطري دلوقتي اب سايد داون كل 6 شهور بالكتير خالص. فحضرتك لازم تبقى متابع ولازم تبقى عارف. وخلاص احنا لغينا بقى مرحله الطلبه والكلام ده، فالتكنيكال والسوشيال ميديا والكلام ده كل ما قللت منها كل ما يبقى عندك وقت ان انت تستعمل النت في حاجات افضل واحسن وتحصل على معلومه. لكن لما تيجي تحصل على معلومه لازم تحصل على معلومه فيديوميتر. الزملاء اللي اشتغلوا معيدين ومدرسين مساعدين ومدرسين في الكليات عارفين ان الدوكيومنت مهم. انا مش اي معلومه قدامي اروح واخدها وهشر عليها واقول ان ده ماشي، لا، في حاجات بتتعمل وما بيبقاش ليها اساس منين؟ من العلم. فانت لازم ما بين كل حين واخر، او باللغه العربيه الفصحى بقى ما بين كل فنيه واخر، ان انت ترجع كليتك وتاخد مجموعه من الحاجات العلميه اللي تخليك up to date تقدر تساعدك على انك ايه؟ تفضل موجود. طبعا على فلسطين احنا لسه ما زلنا في الشهر العاشر والدنيا ما اتصلحتش، فبندعو لهم بالنصر يعني ان شاء الله. ف حضراتكم الفيديو ده بعد ما يتسجل تماما هينزل على الشانل بتاعتي. الشانل اسمها تكنيكال فيترينيري ليرنينج. التكنيكال فيترينيري ليرنينج موجوده في اكثر من 50 دوله من اول الولايات المتحده الامريكيه وانت نازل. فان شاء الله تعجبكم، موجود عليها كل حاجه، ابيديميولوجي موجود، اللارج موجود، يوتيوب وبتشترك وبتعمل داونلود ومفيش اي مشكله خالص. المهم يبقى في سورس، لان لازم احنا كناس بندرس او بنعلم او حاملين الرساله دي ان احنا نبقى اب تو ديت معاكم. انتوا دلوقتي ما بتقدروش تفتحوا الكتاب وتقعدوا تقروا كده ساعه على بعضها كويس كده الا في ايام الامتحانات مضغوطين، عاوز حاجه تقعد تسمعها وانت ماشي، عاوز حاجه تشوفها وانت ماشي. فالدنيا ان شاء الله تبقى زي الفل، وان شاء الله يا ريت باذن الله الكلام هتلاقيها دلوقتي هتجيلك ده الاسم بتاعي، اسم احمد ممدوح الشريف طالب تنسيق عرفاني. الزملاء الاطباء البيطريين واعضاء التدريس الموجودين في الكليات الثانيه احنا بنرحب بيكم للمره العاشره، وده بيتكم، وفي الاخر انتوا ولادنا واخواتنا الصغيرين على حسب السن. ده اسم الشانل، هتلاقي المحاضره عليه بعد ما تنزل على طول نص ساعه ان شاء الله. احنا النهارده هنتكلم على ان اوفر فيو اباوت امبورتنت كومن فايرال انفكشوس ديزيز اوف بوكس. انا عاوزك تركز في الصوره اللي قدامك دي. الصوره دي طبيعيه تماما، شايفين الكلب بيعمل ايه؟ في كوري وفي اندبندنت واتاكسيا وهيلف ويرجع يلف تاني. ده حاله كناين ديستمبر، دي حاله كناين ديستمبر. حطيتها في الاوفر فيو ليه؟ عشان احنا النهارده مش جايين نتكلم سيستماتيكال، احنا جايين نقول لك اللي هتشوفه ده كلينيكالي يبقى انت سسبكت قدامك واحد اثنين ثلاثه اربعه. دي حاله الكناين ديستمبر وحاله واضحه خالص لا يمكن تفقدها العين. طيب عشان نرجع بقى من الاول، في عندنا نظريتين مهمين عشان حدوث اي مرض. ده كان اللي بيتكلم فيه استاذنا الدكتور حسين الصبح،
انا المرض هيحصل ازاي؟ انا عندي دوب وكات، تمام؟ الدوب والكات دول جايين من اماكن مختلفه، وفي بريدز مختلفه، وفي كانترز مختلفه. يعني مثلا كان في الفتره اللي فاتت خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا الهاسكي بقى منتشر وكله عمال يستورد هاسكي، وعمالة اوكرانيا وصربيا تحتف لنا كلاب. هل هم الايمنت بتاعتهم زينا؟ بيجي يعيش سنه اثنين ست شهور في الصيف والهاسكي بيموت. بيجي اساله اقول له تكييف وتنزل درجه الحراره على 16 و17، ما اقدرش، خلاص براحتك، يبقى هيموت، لان ده مش الانفايرمنت بتاعه. فالكات والدوك عندهم جيناتيك ديفرنت هيلث. طيب بعد كده موجود عندك في عنده سبيسيفيك اميونيتي، ده واخدها منين؟ من امه لو هو لسه موجود، ودي كان الدكتور حسين بيتكلم عليها في اخر حته، اللي هو واخد امه واخده الفاكسين، هو نازل خد في الكوليسترول قد ايه؟ شهرين. طب بعد الشهرين، طب هنفترض زي معظم الناس ما بتجيلك في العياده وانت فاتح عياده بيطريه، امه عندك؟ لا. طيب امه متحصنه؟ لا. طب لو سمحت اتصل باللي انت شريته منه اسال. طبعا انتوا عارفين الاونرز كلهم بيجاوبوا صح، تمام؟ فبالتالي انت ما بتبقاش عارف هل هو خد كوليسترول فيه ولا لا، فانت في الحاله دي بتعتبره ايه؟ بتعتبره زيرو، وتبتدي تدي البروجرام اوف فاكسينيشن. يبقى ده انا اعتمدت على سبيسيفيك من الكوليسترول والحاجات اللي خدتها الام، او من الامراض اللي اتصاب بيها قبل كده، او من النوت سبيسيفيك اميونيتي اللي هي الايه؟ الفاكسينيشن البروجرام اللي انت اديته. طيب وبعدين ادي الكاتس والدوجز هم خلاص كده. عندي الباثوجنز، الباثوجنز دي بقى تنفع بكتيريا، تنفع فيروس، تنفع بارازايت، تنفع مايكوتيك، تنفع اي حاجه. انا حاطط صوره الفيروس على اساس ان احنا النهارده بنتكلم على الايه؟ الاوفر فيو اوف فايرال انفكشن. طيب انا عندي الباثوجنز ذا ديفرنت فيروسز ويز ديجري اوف كونتيجيسنس اجريسفنس والترانسميشن على حسب الدوز كمان، هو خد الدوز قد ايه؟ قليله ولا كتيره؟ طب لو كتيره وهو الايميونيتي بتاعته كتيره يصد. طب لو كتيره والايميونيتي بتاعته مش موجوده هياخد اكيوت فورم ولا هياخد كرونيك فورم ولا هياخد سب اكيوت فورم على حسب الديزيز. طيب وبعدين الكونتيجيوسنس ده بينتقل، ده انفكشس ولا كونتيجيوس ولا بيتنقل بديفرنت تايبس. طب السورسز ايه؟ السورس ايه؟ خلاص كده يورين ولا فيسز ولا سلايفا ولا كل السكريشنز والاكسكريشنز بتاع البادي على حسب الانتشار بتاع الفيروس في السورسز، على حسب الترانسميشن بتتحدد الايه؟ الخطوره بتاع المرض العام. طب وبعدين الانفايرمنت انا لسه بتكلم عن هاسكي، والهاسكي بقى موضه، وبعدين البولدوج بقى موضه، خلاص كده؟ ويجي يقول لك اصل انا معايا السيرتيفيكت بتاعك. ماشي اوكي. طيب رقمه كام؟ الرقم الدولي بتاعه كام؟ ها؟ رقم الدولي لازم يبقى انت عندك في عيادتك، لو انت هتفتح عياده بيطريه يبقى في عندك ارقام، والارقام دوليه وموجوده في اماكن معينه وتقدر تحصل عليها من الهيئه العامه للخدمات البيطريه. تروح قسم الوبائيات في السيطره تقول لهم انا عايز الارقام اللي هي بتاع ايه؟ بتاع الحيوانات الاليفه. الرقم بيبقى عباره عن ايه؟ شيب صغير، شريحه ممكن نبقى نعملها لكم هنا، انا عندي لسه شريحه موجوده بواقي العياده بتاعتي، فانا ممكن اعملها لكم. خلاص كده؟ بنسحب الجلد او على حسب صاحب الحيوان ما بيختار، عاوز يعملها سبكات، عاوز يعملها في منطقه الشولدر، عاوز يعملها في منطقه الترانك، المهم تبقى منطقه موجوده. عارفين وانتوا بتجيبوا الحاجات من السوبر ماركت الباركود اللي موجود هو الشيب ده عليه باركود. فخد في دول بتشترط دخول الحيوان بالباركود ده عشان يبقى متسجل عليه كل ايه؟ كل الفاكسينز اللي عنده، عشان يبقى عارف عدد الحيوانات اللي عنده. كويس كده؟ كان في عندي مهندسه في محطه الكريمات بتاع الكهرباء من الارجنتين، وكان يعني ايه عملت ادوبشن، يعني ايه خدت قطه مصريه عجبتها. كويس كده؟ قطه مصريه اللي موجوده اللي هي الاخضر مخطط ده الايجيبشن كات، ودي موجوده على جدران المعابد، وعجبتها وعاوز ياخدها معاه الارجنتين وهي ماشيه. فجات اديتها الفاكسين، وبعد كده اديتها السيرتيفيكت مختومه وكل حاجه، وطلعت لها الشيب. قالت لي لا الارجنتين ما اشترتش الشيب. قلت لها بعد اذنك اتصل بالسفاره وساليها. طلعت الارجنتين زينت ما اشترتش الايه؟
الشبه. لكن مثلا المانيا، انجلترا، الكويت، الامارات بيشترطوا الشبه، لان كان اصحابهم بيجيبوا الحاجه ويجوا يطعموا عندي عشان الفلوس ايه؟ ارخص. بس كده ايام ما كان الفاكسين بتاع الريبس ب 48 جنيه، دلوقتي فاكسين الريبس ثمنه كام؟ ثمنه وصل 250 وما يزيد. خلاص كده؟ فبالتالي انت لازم تبقى عارف انت هتعمل ايه؟ فالانفايرمنت هياثر عليك ايه؟ الجود والباد انفايرمنت، الستريس فاكتور، الانسكت فاكتور، الويذر، البول، الستاجنانت ووتر. عشان كده انا بقول هاصل 16 17 وتكييف شغال. عشان الايه؟ عشان الوزر اللي احنا فيه. طب هنفترض ان المفروض ان الحيوان يبقى بياخد عدد معين من الميه. طب في الجو اللي احنا فيه ده، لو جوه الاوضه هنا ماشي، طب لو طلعنا بره ادلب، فاكرين بتاع التغذيه كانوا بيقولوا ايه؟ ادلب مفتوح، حط له الميه وهو ماشي. تمام كده؟ طب في الحر اللي احنا فيه، عارفين كيس محلول الجفاف؟ تفتح كيس محلول جفاف، كيس بكل 200 سم وتحطه قدامه برضه ادلب. ليه؟ عشان الاستريس فاكتور، عشان ما يحصلوش ايه؟ استريس. طب لو في الشتاء ما تحطوش في الدراج، ما تقوليش اصل انا عامل له بيت فوق السطح واطلع اشوف البيت اللي فوق السطح دي الاقيها ايه؟ اوضه وعامل لها باب حديد. طب وبعدين؟ ميه وبرد ورعد وتراب والكلام ده، فكل ده استريس فاكتور. طيب لو جمعوا الثلاثه دول، لو كلهم كانوا جزر هيبقى جيتزا ديزيز. حاجه منهم زياده عن الثاني يبقى الديزيز ايه؟ مش هيحصل. ودي الترينجولر ثيوري بتاع الايه؟ بتاع الابيديميولوجي. خلاص كده؟ طيب بعدين في عندنا الانفكشوس ديزيز بروسيس، ازاي الديزيز هيحصل؟ رقم واحد الايجنت اللي هو الباثوجينيك فاكتور، دي مرحله طويله شويه لكن توضيحيه اكتر من ايه؟ بحدوث المرض. وبعدين الريزرفوار، احنا الريزرفوار بتاعنا هنا مين؟ النهارده الدوج والكاتس. طب وبعدين بورتال اوف اكزت، بيخرج ازاي الفيروس وبيدخل ازاي؟ ماشي. وبعدين المود اوف ترانسميشن، هل هو دروبلت انفكشن خلاص زي ما بعض الحاجات هنشوفها دلوقتي، ولا هو عن طريق السلايفا، ولا هو عن طريق اليورين ويقعد سنه يفرز اليورين زي ما هنقول. وبعد كده ابروبريت بورتال اوف انتري، وبعد كده تو افكتس السيمبتوم كوز، يبقى في عندي واحد شايل واحد هيصاب ولا الاثنين واحد. خلاص كده؟ يعني مثلا الريبس بيجي في الفوكس وبيجي في الدوكس، بيجي في الكاتس، بيجي في الكامل، بيجي فين؟ بيجي في الاكواين. ماشي كده؟ طيب لما نيجي نعمل الادوباك او الجسبس ديزيز فاكسين ونطعمه بالجسبس ديزيز في بعض اماكن العالم بيطعموه وقاعد معاك في البيت، ده بقى تارجت اوف ايه؟ بوينت اوف انفكشن ليك انت. فبالتالي محبس ولا لا؟ طب هو بيخرج بره البيت ولا ما بيخرجش؟ في حاجات كتيره ويتش نول لازم تبقى انت محيط بيها وملم بيها وتسال عليها. طيب الانفكشوس ديزيز اوف بيت انيمال اهو. انفكشوس ديزيز كوزنج نيرفس مانيفستيشن. هتلاقي هنا فيرال وبكتيريال مع بعض. انا هتناول الفيرال والدكتوره شيرين والدكتور حسين بيه هيتناول ايه؟ بقيه الحاجات البكتيريال. في عندنا الريبس، الاوفيسكس ديزيز، الكناين ديستمبر. وبعدين توكسوبلازموزس بيعمل نيرفس مانيفستيشن، التيتنس، الليتوسبيروزس، الاير مينج، البابيستولز. يبقى انا كده اديتك الديفرنشال دايجنوستس مفتوح اهو لكل الحالات اللي بتسبب الايه؟ لكل الحالات اللي بتسبب النيرفس من الاول عشان تريح دماغك. يبقى انا داخل في العيادات لحاله نيرفس، يبقى هو ايه؟ جوه الايه؟ جوه التيبل ده. طيب انفكشوس ديزيز كوزنج سكيل انفكشن، الفيوزو بكتيريال والدرماتومايكوزس والايه؟ والمينج، ده بالاضافه الى السولار راديشن والحاجات الثانيه. طيب الانفكشوس ديزيز اوف دايريا، في عندنا توكسوبلازموزس وكلوديوزس برامكوستيرياسيس. بعدين اللي معانا النهارده البارفو والجراين انفكشوس هيباتايتس والجراين ديستمبر والجراين كورونا فايرال والجراين كاليسي والفلاين كورونا فايرال انترايتس. يبقى دي البكتيريال بدل ايه؟ بدل الفيروس. انفكشوس ديز كوزنج اميون سبريشن، الفلاين ليوكيميا، بان ليوكيميا والايدز. طيب وبعدين الانفكشوس ديزيز كوزنج ريسبيراتوري مانيفستيشن، فلاين ريسبيراتوري ديزيز كومبلكس، جراين ديستمبر، انفكشوس هيباتايتس، جراين انفكشوس تراكوكونكايتس، جراين هيربس فيروس. وبعد كده ناخد البكتيريال بقى تيوبركلوزس وفيوزو بكتيريال واذر سودوموناس والكلام ده. يبقى انت الجدول فيه ده هتحفظه، يبقى انت معاك الديفرنشال دايجنوست بتاع الايه؟ بتاع الانفكشوس ديزيزز بتاع البيت انيمال كلها، الانفكشوس ديزيزز. ما دخلناش ناحيه الايه؟ حاجات بتاع البطن. طيب النيرفس مانيفستيشن
احنا اتفقنا في عندنا كام واحد مهم، الريمس والجيسكس ديزيز والايه والكناين ستيمر. شايف الكلب بيعمل ازاي؟ وده بالفيولرز فور، هو واقف بيشاور له بس كده زي ما انا بشاور، فهو بيعمل ايه؟ بيعمل عامله اتاك. ولو انت شفت شفايفه من تحت انت هتلاقي الايه؟ السلايفيشن هيبتدي ينزل. طيب الريمس ده ايه بقى؟ ده ضم فورم فين؟ في هاسكي. ده ضم فورم فين؟ في هاسكي، هو لسه واقف ساكت وايه ما بيهاجمش. طيب نشوف الريمس كلينيكال ساينس. شوف اول حاجه انيشال او البرودورمال ستيج، يبقى عندنا كام ستيج؟ ثلاثه ستيج، البرودورمال وفي عندنا البيوريس وفي عندنا الايه؟ الضمب فور، وفي عندنا الضمب فور. تاني شايفوا بقى العمليه بالايه؟ ده البيوريس وعمال اتاك، هو شوف هنا بيشاور له بس بايه؟ برجله من خلال السلك، هو برضه عاوز يعمل له ايه؟ يعمل له اتاك. طيب الانيشال او البرودورمال، انت شايف الكلب؟ شايف هنا صاحبه بيعمل ايه؟ بيحاول بس يمسكه، هو الكلب وفي لدرجه ان اخر واحد يعضه وهو عنده ريبس هو صاحبه. كويس كده؟ طب لو في جمل بيعض اي حاجه، بيعض منطقه الايه؟ منطقه التست في الكوال، بيبقى عنده كوليك بياخد ويعض منطقه التستكلز والبينس. طيب لو في في الكتل بيعمل ماوند، وغالبا بيبقى دورمان وواقف بعيد، بيبقى اتاك في المرحله اللي بعدها. يبقى الانيشال او البرودورمال ستيج احفظ الشكل ده عشان انت اللي هتلاقيه. التشينج في البيهيفير بس كده، الكلب بيعمل ايه؟ تعالى يجي، روح يروح، بيسمع كلام ما بيسمعش كلام. التشينج فين؟ في البيهيفير. البيهيفير طب كل ما بياكلش وقاعد بعيد عنك عشان هو مش عاوز يعمل لك انت ايه؟ التاني. طب اي حاجه تتحرك قدامه بيعمل ايه؟ بيهاجمها. رايس ان تمبريتشر، والرايس ان تمبريتشر ده مش عشان الفيروس هو عامل رايس ان تمبريتشر، لا ده عشان كل المصل زي عمال يحصل لها ايه؟ كونتراكشن وتويتشنج، فهي بتبقى انترنال رايس اوف تمبريتشر. وبعد كده ستوب درينكينج اند ايتنج، يوقف اكل تماما خلاص ماشي. ويوروجينيتال تراكت اريتيشن، وعمال يعمل بس يورينيشن، ولو كان ميل فبيبقى ايه؟ فريكوانت اريكشنز. طيب في الطب الانكيوبيشن بيريود عشان يظهر ده من ساعه ما يتعض لغايه ما يبان ثلاث ايام. في الكات خلاص كده زيرو دي في نفس اللحظه، الصبح يبقى بالليل. طيب الرومنانت فيو اورز، ثلاث ساعات بسيطه ماشي كده. طيب الفيوريوس فور السورس اوف انفكشن هو عباره عن ايه؟ السلايفا اللي بتحتوي على ايه؟ على البايت. طب الترانسميشن البايت، بيتنقل عن طريق البايت ويدخل الفيروس، يدخل في كل النيرف سيستم. هيبقى دينجرس امتى؟ كل ما قربت البايت للسي ان اس كل ما بقت ايه؟ مور دينجرس. عشان كده هتعرف دلوقتي انه في الكاتل اعلى في الدينجرس ليست، هتشوف الكاتل بيعمل ايه. الفيوريوس فور هايبر سنسيفيتي تو انستوجيشن، هو هنا عمل ايه؟ اداله عصايه، فبيهاجم العصايه وعاوز يعمل لها ايه؟ اتاك. الاتاك ليه؟ وجعان وعطشان وحاصل باراليسيس فين؟ في منطقه الفارنجيال والمسيتر مصر، فهو عاوز ياكل، فهو عمال يعض في اي حاجه على امل ان هو ايه؟ ياكل. عشان كده في المراحل المتاخره هتلاقي لما تيجي تفتحه بقى وتعمله بي ام بعد ما مات، هتلاقي طوب وهتلاقي بلاستيك وهتلاقي كل ده، وهتلاقي اسنانه متكسره، كل ده لانه ايه؟ عمال يعمل اتاكينج لاي حاجه عشان هو عاوز ياكل. وبعد كده رومنج الهاي ويز، كلاب عماله تجري وتهاجم العربيات اللي موجوده على الايه؟ على الطريق السريع. بايت اذرز اند هيم سيلف، هي عمال يعض اي حيوان تاني بيجي قدامه، فانا اخر واحد هيعض مين؟ هو صاحبه. طب لو ستريت دوج يبقى اول واحد هيعض خلاص كده؟ طيب سوالو اني ايجو، عمال ياخد اي اوبجكت قدامه عشان ايه؟ عشان يتبلع. فولو اني موفمنت فور بايت، هو هنا بيتحرك بقى كده، اتفقنا ان ايه ده؟ انا بكرر الصوره دي تاني عشان ايه؟ هو واحد بيحط له رجله بس كده عبر الايه؟ الكيج وعاوز يهاجمها، اي حاجه تتحرك قدامه هو عاوز يهاجمها. ديث او باراليسيس از ذا اند، بيبقى بارلايز وبعد كده اند باي ديس او بينزل ميت. طب يموت خلال قد ايه؟ 10 ايام. طيب والكات موت قد ايه؟ من 7 ل 10 ايام. خلاص كده؟ البقره بتقعد فتره اكبر. طيب الضم فور
انا عايزك تركز هنا، هو عامل ايه؟ قافل بقه اهو، بس النظره بتاعته مغيره وعاوز يهاجم، وفي نفس الوقت هو عامل ايه؟ عمال يعمل سلايفيشن، عمال يعمل سلايفيشن. يبقى بروفيل سلايفيشن نتيجه للباراليتيك اوف ايه؟ مصيدة والاورو فارنجيا مصر اللي موجوده هنا كلها حصل لها باراليسيس، فهو مش قادر يبلع. طب واحد مش قادر يبلع يبقى الصلايفة ايه؟ هتنزل، وهو في الحاله دي بيبقى عطشان وجعان وعاوز يبلع، عشان كده هو بعد شويه بيبقى بيتحول للضم الفيوريس بروجريسيف باراليسيس اول ذا بودي، خلاص بيسيب كله كده، وبعد كده كوما وفولور باي ديث. اظن الاعراض مع الصور لو جات لك انت مش هتنساها. طيب ده ليبس فولورز. الليبس فولورز دايما بيبتدي بمش الفيوريس، بيبتدي بالايه؟ بالضم، وبعد كده ينتهي بالايه؟ بالفيوريس. لكن ده في اتدرست فين؟ في البلاد اللي فيها الوايلد انيمال هم بيهتموا بيها، عشان كده الفاكسينز بتتحط لهم في اللحمه وتترمي في الغابات وهم ياكلوها عشان يحصل ايه؟ يحصل فاكسينيشن. وانا فاكر ان في وزير الصحه في السويد اعلن ان السويد خاليه منين؟ من الريبس. الكلام ده كان سنه 94. كويس؟ بعد ثلاث ايام قدم استقاله. ليه؟ عشان في واحد لقى عصفوره ميته في غابه، فخد العصفوره وداها للكشك بتاع الايه؟ بتاع الحراسه اللي موجود في الغابه، فهناك ما بيرموش اي حاجه. خدوا بعتوه المعمل البيطري، اكتشفوا ان هي ميته نتيجه لايه؟ كارير للريبس، فواجهوا وزير الصحه بيها فايه؟ استقال، لان هو راجل مسؤول وقال حاجه المفروض ان هو ما يقولهاش الا اذا كانت دوكيومنتري. طيب امتى نقول ان البلد دي فري من الريبس؟ في حاله واحده، اما اكون ايلاند، انا قافل التريتوري بتاعتي خلاص كده، وايه واقدر اعمل فاكسينيشن وعارف كل عدد الحيوانات بتاعي. لكن طول ما انا اوبن تريتوريز لا يمكن انت هتعمل كنترول لاي مرض بنسبه 100%. لا يمكن هتوصل لكنترول لاي مرض في الدنيا بما فيهم الريبس بنسبه ايه؟ الفيرتس كارير بتشيل في بعض الاحيان، بتشيل، عشان كده العصفوره بتاع السويد هي اللي ايه؟ خلت وزير استقال. خلاص كده؟ شايفين القطه هنا بتعمل ايه؟ راح استخبى. عشان كده الكلينيكال ريبس في الكات بتبقى الضم فور كومن، بتبقى ايزوليتد وهايلي، طبعا تستخبى بتقعد في الضلمه. وطبعا مين اللي بيربي القطط؟ معظمهم البنات. فتروح تعمل ايه بقى؟ هي معيشه معاها في الاوضه، تروح طالعاها فوق الدولاب او مستخبيه في اخر رف في الدولاب وقاعده، وبعدين تيجي تفتح فتبقى اكزايتد، هتهاجمها فين؟ في وشها. فعشان كده الريبس فين؟ في القطط، بيبقى مور دينجرس عن الكلب. الفيوريوس فور اوفر اكزايتد واتاك ومور دينجرس على الهيومن. خلاص كده؟ ده دي عندها ضم فور ممكن تستخبى تاني. طيب شوف بقى اللي عندها فيوريوس فور، ها هي الراجل بيحرك ايده بس، او صاحبه بيحرك ايده، شوف هو عمل ازاي؟ شوف هي عملت ازاي؟ مجرد الحركه راحت جايباه على خلاص كده. فده بيبقى ايه؟ مور دينجرس. وايه منشنه ان هي تقفل، يعني قافله على منطقه الهان، ماشي كده؟ طيب نيجي بقى لوجيستيك ديزيز. ده براسس فين؟ هو براسس بيعمل براسس في الجسم كله في المراحل النهائيه والمتكلمه والقطه بتموت. طب يعني لو جات في حاله زي كده وفيها براسس وخلاص الحيوان او الكلب كده، فانا علشان ما يجيبش حد هحتاج اعمل ايه؟ لا ما انت سالت معاه ولا لا؟ سالت هو واخد الفاكسين ولا لا؟ ده كان في الشارع جاي، اللي جابه عارف الهيستوري بتاعته؟ مش عارف الهيستوري بتاعته. لكن لو هو اوفرلايز وانت قدمتي له ميه وقدر يبلع خلاص، طب ما قدرش يبقى انا ايه؟ هشك. طب لو شكيت اروح عازله في حته لمده قد ايه؟ من 7 ل 10 ايام، اديله ايه؟ احط له ميه ورغيف في عيش كل يوم. خلاص كده؟ بعد ال 10 ايام لو عاش ما هوش ريس. طب لو مات اقطع دماغه واجيبه الكليه قسم الباثولوجي ياخد الايه؟ الهايبوثالاموس ويطلع لنا النيجي بلس. طب خلال ال 10 ايام لو في بقى اعراض دوريه لو في اعراض دايريه وبراسس، ده احنا داخلين بقى في برضه مع بعض، او داخلين في بطايس مع بعض، لازم اشوف الاذر ساينز. لكن هو اللي هيميز لي
ريجز مش ريجز، الهيستوري هو واخد فاكسين ولا لا، ولو كان مش شارع بيشرب وياكل ولا لا. ريجز هياكل ولا يشرب؟ لا في الدم فورم ولا فين؟ ولا في البيوريس ولا في البرودورما. طالما ابتدى خلاص. خلاص اتعب، يبقى لازم اشوف الحيوان بقى معروض ولا لا. عشان كده لو سمحت كنت شغال في اي عياده وانت شغال دكتور بيطري في حتى ولو في مزرعه حيوانات كبيره، حضرتك امسك والدتك بس كده. ولو حاله زي دي يبقى والدين فوق بعض وكوشس، وانت بتقرب وانت بتعمل كلينيكال اكزامينيشن الكلب والقطه والجمل، صاحبهم هو اللي سيطر عليهم، هو اللي يعمل لهم كنترول. بقيه الحيوانات سهل ان انت وانت مرجي تعمل كنترول، لكن الكلب والقطه والايه؟ والجمل لازم صاحبهم هو اللي ايه؟ اللي يسيطر عشان انت ما تتعورش. خلاص؟ لكن الحيوانات الثانيه الرومننت والكلام ده والحصان سهل خالص ان انت بتعمله سكيورنج وانت عارف انت ايه؟ انت بتعمل كده. طيب الكلب ده عنده ايه؟ ده بيحصل له ايه بقى؟ ده بيعمل كونفرجنس اهو. كونفرجنس وعمال يرجع وبيحاول كل شويه يرجع. ده بنزل خلاص يبقى اوتيستس ديزيز بيلورايتس اوفر رابينج. هتلاقي الكلب اساسا طلع منك مش معاك في الشارع، مش معاك في الاماكن المفتوحه في الزراعه، وكل حاجه وايد زي ايه؟ زي الفرتس. عارفين الفرتس اللي هي فران الغيط والكلام ده وعرسه مش عارف ايه كلها، هتلاقي ممكن بعدها يحصل له اوفر رابنج وسكراتشنج طول النهار، وعمال ايه؟ عمال يحط في نفسه ويقرش، وبعدين يجي يعمل ايه؟ يحط نفسه تاني في الحيط لغايه ما تشوفش خالص. زي ما انا هوريك دلوقتي اماكن خاليه تماما من الشعر عليها الوفيشيا، بعد كده في ضلمس وكفر جوز ومش خلاص، يعني هو عمل كفر بسيط وبعدها ايه؟ فوميشن وبس. معايا الايه؟ معايا البريورايتس. طب بعد كده فارينجيال باراليسيس وسترولينج اوف سلايفا. في الحاله دي لازم انا اشك انه ايه؟ ممكن يبقى ريبس، يبقى لازم ارجع للهيستوري ولازم ارجع للايه؟ للفاكسينيشن تايم. ماشي كده؟ الفاكسين بتاع الريبس زي الدكتوره سميه ما هتقول لكم. خلاص انا فيرست دوز سكند دوز وبعد كده لازم انيوالي. في بعض الاونرز كان يجي يقول لي، اقول له حصل، يقول لي اه من امتى؟ من 5 سنين. اقول له الحمد لله على السلامه. 5 سنين دي ايه؟ هو بيفكر ان هو بيتحصن مره واحده. عشان كده انت لازم عيادتك يبقى فيها كتيب. اجيب لكم بكره وانا جاي ان شاء الله كتيب من بتاعت العياده بتاعتي، خدوه كده صوروه واعملوا زيه عشان باساميكم. وطبعا بتبقى العيادات عندكم مرخصه من الهيئه والمديريه، فيبقى الحاجات اللي عندك استابلايزد ودوكيومنتد وممكن يسافر بيها بره، وهو ياخد يطلع يختمها فين؟ فالهيئه لو هو عاوز يسافر بيها بره او يطلب بيها بره، ده بيرفع الرانك بتاع العياده بتاعتك. الكلام ده مش موجود في الكتب، لكن موجود فين؟ في الفيلد. خلاص؟ وبعد كده كونفرجنس وباريس كوبرس، ده بيعمل كونفرجنس اهو، وعاوز يعمل سيرفرنج. بعد كده شويه بعد الكلام ده يحصل له ايه في الاخر؟ هيسيب ويقعد فين؟ في الارض تماما. كوما فولد باي ايه؟ باي ديث. طيب شايفين هو هنا ايه؟ ده كده قاعد كده طول النهار، قاعد شغال على السجاده وصاحبه مش عارف يجيبه لي، وانا رحت ده بيعمل كده قد ايه؟ قال لي بيعمل الكلام ده 24 ساعه في 24 ساعه. خلاص؟ هو قلت له طيب الجنينه بتاعتك فين؟ فيلا. فطلعت الجنينه، قلت له اخر مره صدت منها فراغ امتى؟ قال لي امبارح. قلت له طب شكرا. ده اوجستس هتعيشه معاك، في خطوره عليه كده. عاوز تعالجه هيتعالج سيمتوماتيك، لكن انا ما اضمنش النيورولوجيكال ساينس اللي عنده دي هتستمر معانا لغايه ايه؟ لغايه امتى؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني الافضل ان انت تاخد الدكتور البيطري تقول لهم ده اوجيسكس وادي اوجيتا مني اعدمه ده، عشان تبقى انت ايه؟ خارج الموضوع، عشان ما تقعدش تقول لي حرام وحلال والكلام ده. زي الدكتور حسين كده بيقول لكم صاحب الحاله بيبقى يعني ايه؟ هيموت وراه. انا كان في بنات بتجيب لي قطط عامله لها سلاسل فضه خلاص كده، وحاله كانت هوبليس كيس، وانا قلت لها شوفي دي يعني عبال ما توصلي البيت يا ماتت يا لا، تمام. هي خرجت يا دوبك بره العياده ماتت، لقيت واحده بتصوت بره، طلعت لقيتها هي ومرميه بقى في الارض، وماما وبابا بيفوقوا فيها بنص ساعه
وعمليه يعني ايه صعبه جدا، ان هي تقول لي اصل القطه دي اختي، خلاص هي شايفه نفسها في القطه براحتها. هو في الاخر انت بتعطف عليها وتاكلها وتشربها، لكن ما تعيش جوه الايه؟ تعيش جوه الحاله، ما تعيش جوه الحيوان. خلاص في الاخر كلنا اشياء. تمام كده؟ تمام؟ طيب الكنترول ايزوليشن اوف سسبكتد انيمال، الوند اللي حصلت لازم يحصل لها ايه؟ كومبليت ديسانفكشن في الجراحه زي ما انت بتاخدها، وبعد كده الفاكسينيشن. طيب شايف هنا احنا اتفقنا هيحصل ايه؟ الكيشيا اهو ده بوجوسكيز ديزيز ان هانتنج كوب. ده كان بصيد الحاله دي دوكيومنتد وايلد بور اللي هو ايه؟ طلع كل او عض خنزير بري فين بقى؟ في سيلسي في ايطاليا. دي بيبر منشور عشان كده اتفقنا ان انت ما تاخدش اي سورس وتقول ان ده ايه؟ ده حاجه كده خلاص، لا ده لازم يبقى فيه حاجه ودوكيومنتد ومنشوره ومؤكده ومثبته جوه البيبر. ايوه هو المرض سقوط العربي نعم؟ بالعربي اسمه المرض سعار، ده سودوريبس او السعار الكاذب. خلاص كده؟ تمام؟ الانجلس اوف تروماتيك اوريجين ديو تو انتنس اتشنج ان ذا بري اوكيولار ريجن، شايفين هو عمال يحك فين؟ خلاص؟ والليبيال ريجن، فضل يحك كده وبطل اكل وبطل شرب لغايه ما حصل له ايه؟ حصل له دفء. طيب الكلب الثاني اللي معاه في نفس التجربه بس هنا كان عمال يحك فين؟ منطقة العين من غير برضه ايه؟ حصل له 10 دقايق خلاص؟ ده الادوباك بتاع السودو ريبس، وده منتشر في اوروبا، ما اعتقدش ان هو موجود في مصر، في ما اعتقدش سمية ما فيش في دكتور حسين ما اعتقدش ان في فاكسين اللوجيستكس موجود في مصر، ما بناخدوش من ضمن البروجرام ولا بيتحط. هم بره بيعملوا ايه؟ لانه البوشيسكس ديزيز او السوتوريبس بيصيب اكتر الخنازير عندهم، بيصيب اكتر الخنازير عندهم. ولايه مثلا زي ولايه ايوا اللي انا يعني بكمل فيها الدكتوراه، كانت بتنتج نص انتاج العالم الخنازير. الدكتور حسين كان معايا ساعتها وقعد معانا 6 شهور. الولايه دي بتنتج نص انتاج العالم منين؟ من الخنازير. فبالتالي هو ده عنده مصدر ايه؟ اقتصادي اكونوميك. طيب يبقى لازم يبقى عنده مرض زي كده، لازم يحصل له ايه؟ فاكسينيشن. فالدوباك ده للدوكس وللايه؟ وللريبس. الدوز يبقى 2 مل دي مصدر، وبعد كده ثلاثة فيرست سكند ثيرد ايه؟ والمرة الرابعة بتبقى بتاع 3 شهور، وبعد كده انيوال. يعني بياخد 4 مرات وبعد كده ايه؟ وبعد كده انيوال. ده الموست كومن في اوروبا والولايات المتحده الامريكيه. طيب الكوميرشال فاكسين اجينست السودوريبس فايروس از هايدن هيلث ريسك فور دوكس. ليه بقى؟ الدوكس دي خدت وقاعده معاك. الفاكسين انت خدته، هو الفاكسين بيمنع حدوث المرض ولا بيعمل كفرنج للكلينيكال ساينس؟ بيمنع ظهور الاعراض الكلينيكيه وبيقلل الايه؟ حدوث الاصابه لدرجه ممكن توصل ل 90% وبعض الفاكسينات ممكن توصل ل 50% بعض الفاكسينات، وممكن يحصل فاكسين الفيلير. وانتوا خدتوا الكلام ده معانا، واحنا ايه؟ واحنا بندرس جزء الايه؟ جزء الفاكسينيشن. ده It is the first demonstration of the safety assessment of commercial attenuated هو السودوريبس فاكسين فيلد based on the epidemiological survey, pathogenicity and evaluation. Asymptomatic carriage of pseudorhabdomyosis for dogs at the early stage hidden infection vital for AIDS for owner of pet dogs. عشان كده انا قلت له هتقعده انتحار، الحل كل خلاص كده، لان هو ممكن هو نفسه ايه يصاب. خلاص كده الكناين ديستمبر، نرجع للصوره اللي كانت في الاول خالص. خلاص كده الكناين ديستمبر ده ثالث واحد من اللي بيعمله النور الاسفور، وده الكوريا الستيج بتاعها. ده مينلي انفكت الفاميلي كانيك ريلي الفاين. التناين فايروس بيبقى بيكزيست 30 ل 90 داي في كل السكريشنز والاكسكريشنز بتاع البطن، يعني هو اصيب 30 ل 90 يوم في كل السكريشنز والاكسكريشنز بتاع البطن هو ايه؟ موجود. خلاص كده حتى بعد السيمتوماتيك تريتمنت يترو انفكشن هاد بي بروجرام، يعني ممكن يحصل
انفكشن جوه الايه؟ جوه الانتراين نفسه. طيب ها؟ الكبد عمال يعمل ايه؟ ده نيورولوجيكال مانيفستيشن الاوليه نيورولوجيكال مانيفستيشن. في عندي ثلاثه ستيج من او ثلاثه فورم من كراين ستيمبر. اول واحد السيستميك مانيفستيشن، رقم اثنين نيورولوجيكال مانيفستيشن، رقم ثلاثه الدرماتولوجيكال مانيفستيشن اللي هو جزء الايه؟ الاتشنج اللي بيحصل في حاله السيستميك مانيفستيشن. داي فيزيك فيفر، يبقى داي فيزيك الفيفر يومين ثلاثه وبعد كده تقعد اسبوع وبعد يومين ثلاثه وتقعد 10 ايام ممكن ما تتكررش ويحصل بعد كده ايه بقيه الاعراض وممكن تفضل تتكرر لغايه ما يحصل بقيه الاعراض. ده اعتمادا على الايه؟ على الاميونتي، هل هو واخد بقى السمان ولا خلاص. بعد كده ريسبيراتوري مانيفستيشن كارنت ومثلا ستشارج جاستور انتستينال مانيفستيشن، في عندنا فوميشن وضيريه مع ميوكويد وبلاد، يبقى هنا هيتشابه مع الباربول اللي جاي. وبعد كده كيرادو كونجنكتيفايتس وبروتيك نيورايتس وبلايندس، وتلاقي حصل كيرادو كونجنكتيفايتس واداك الايه؟ واداك الايز بلايند، وهتلاقي ليها صوره معينه ماشي كده؟ شايف هو عامل ازاي؟ عينيه هو مش شايف، لازم الكلام ده عنده الكوريا او الماسكوراس ماشي كده. في عندنا ريبورتد واحد لثلاثه بوست سيستميك مانيفستيشن، بعد ما تخلص السيستميك مانيفستيشن اللي بدات دي كلها يبتدي تظهر الايه؟ تظهر اعراض النيورولوجيكال. في عندنا هايبر افيزيا، هايبر افيزيا يعني ايه؟ يعني انا لو خبطت هتلاقي ايه؟ ابتدى الاعراض العصبيه تظهر عليه، سيرفايكال جيدي راسه واقفه، وبعد كده في عندنا سيركل يلف ماشي، وفي عندنا ديستريبرس اوف جيت اند اتاكسيا، في عندنا كوريا ماسكولينس اللي هو ده رسم جيركنج لتايب منين؟ من الايه؟ من المصل. ممكن تلاقيها عند البق، ممكن تلاقيها عند الرقبه، ممكن تلاقيها عند الايه؟ عند الشولدر، ممكن تلاقيها عند البلبك، ممكن يفضل كله يحصل كده لغايه هو ما ايه؟ ما يروح متشقلب ورا، يبقى عامل زي البهلوان، عارفين البهلوان في السلم بيلف بيلف الورا، خلاص كده؟ اللعيبه في الملعب بتعمل ايه؟ بتنط لقدام، لا البهلوان بيعملها ايه؟ قدام ورا، فهو بيعمل زي الايه؟ البهلوان، خلاص كده؟ يبقى رجليه تبتدي منين؟ من ورا لايه؟ لقدام يروح مقلوب قدام، او من قدام لورا يروح مقلوب ايه؟ ليه؟ ورا، اللي هو اللي احنا بنسميها بقى الايه؟ الكوريا مايكرونز ماشي كده؟ طيب شوف بقى الاستيبرس اوف جيت اند ايه؟ اند اتاكسيا، شايف هو هنا بيعمل ازاي؟ ها؟ عاوز يمشي بس ما فيش. طيب الدرماتولوجيكال الدرماتولوجيكال مانيفستيشن هايبر كيراتوزي، شايفين ايد اللي هي الايد دي البلس دي المفروض تبقى كده وتبقى ناعمه، تبقى ناعمه خلاص كده؟ يبقى هايبر كيراتوزي النوز هنا والبلس، فاسكولار دراماتايتس في اللور ابدومن، يعني لما يجي لك حاله لور ابدومن في الكلب انت ما تستهونش بيها وتقول ده شويه حبوب شويه انفكشن، لا اسال انت كنت بتعمله شيل؟ هل هو المنطقه اللي هو قاعد فيها انا نزلته معاك الغير فكان في شوك ولا اي حاجه حصل له انجرز وبعد كده دخل له استاف عملت له الدرماتايتس دي البيورلا ولا هو ايه اللي حصل؟ السؤال هيجاوبك. طيب هنا الكوريا ماسكولينس برضه ابتدينا هيك في الرسم الجيركي اللي فين بقى هنا؟ منطقه ايه؟ منطقه الشولدر والايه؟ والابدو، وده كوما بوتو ديسك، ده خلاص ده بينتهي ماشي كده؟ طيب وهنا برضه اهو شايفين هيبقى عامل ازاي؟ بس في منطقه ايه بقى؟ منطقه الرجل اللي ورا مش قادر. ها؟ لا هيقف اهو وهتلاقي ايه؟ ها؟ شايف الكونتراكشن فين؟ اظن يعني الحالات مع المرض ما اعتقدش ان انتوا ممكن ايه؟ تعدي منكم بعد كده لما يجوا لكم العياده. ماشي كده؟ طيب شايف هنا بقى؟ فين هنا بقى؟ من فوق ومنطقه ايه؟ الرقبه، الرقبه هنا ريجن. تمام كده؟ الحاله دي ممكن تعدي؟ لا خلاص بس انا طيب. ماشي كده؟ طيب البابلز انفكشن الصغيرين دول مع الايه؟ مع الكراين سيستم. ترانس بلاسنتال انفكشن هيؤدي الى ان الساينس هيبان في اول شهر. لو جالك رجل صغير باين عليه كراين ديستمبر يبقى هو امه خدت الاصابه وايه وهو خد الاصابه في اليوترس في بعد الشهر الاولاني ونزل هو مصاب هيجي لك
يبقى السن صغير وخد اصابه فين؟ في اليوترس ونتيجه لان امه مش ايه؟ مش محصنه. ماشي كده؟ طيب كونفكشن مع القناين ديستمبر فيروس قبل البريمنت تنتيشن بيؤدي الى سيفير دامج للكلمه. هتلاقي الاسنان متدمره مش ناميه كويس فيها بعض الديفكت او واخده لون مختلف عن اللون بتاع السبيشيز بتاعه. الديزيز برونج 14 دايز تو سيفرال ويكس من 10 ايام لايه؟ لشويه اسابيع. التريتمنت انتي بايوتكس انتي بايوتكس انتي ايميتكس انتي دايريال سيداتيف ريهايدريشن. طيب انتوا مين اللي كان طالب تريتمنت؟ في حد كان طالب تريتمنت؟ كانت الثلاثه تي. تمام كده؟ كل حكايه اي مكتبه بتبيع كتب طبيه اول كل سنه في يناير او في فبراير هتقول له اديني كتاب الدواء اللي نزل السنه دي. الكتاب ده هتلاقيه في كل الصيدليات. احنا اساسا لما بتيجي تشتغل بتقريبا معظم الادويه بتاعتك اللي بتستعملها بتبقى ايه؟ فشل. خلاص كده؟ هتقول له تجيب الكتاب ده اول يعني ساعه انا فتحت العياده بيت انيمال في بني سويف كان الكلام ده سنه 2009 ما كانش في حد بيشتغل الكلام ده غيري. خد بالك كان الكتاب ده ثمنه 15 جنيه. ده يقول لك كل الادويه اللي موجوده السنه دي في مصر وفي الصيدليات وهتلاقيه متقسم بقى انتي بايوتيك وانتي بايريتيك وسيداتيف وفيتامينز وشامبوهات وكل حاجه. خلاص كده؟ طيب ما انتش عايز او سامع على الموبايل في ابلكيشن اسمه ايزي دراج. في ابلكيشن اسمه ايه؟ ايزي دراج. ادخل على ايزي دراج عاوز انتي بايوتيك اكتب الاسم وهو هيطلع لك الانجريدينت وهيطلع لك اللي موجود وتمام وكان في مصر السنه دي بس انت لازم تعمل له ايه؟ ابديت موجود معاك على الايه؟ وبعد كده جزء التريتمنت خلص عشان كده انا كاتبه ايه؟ اسامي بس، لكن في حالات الدايريه والريسبيراتوري انت هتلاقي حاجات عن كده ايه؟ بالتفصيل. فانتي بايوتكس ادخل وخد الانتي بايوتك الايه؟ اللي انت شايف ان هو مناسب واللي انت شايف ان هو هيمشي. الانتي دايريه انا دايما بفضل ان انا ما اديش حاجه تبقى ايه؟ سيستماتيك قوي يعني، انا لو اديت مضاد حيوي هدي مضاد حيوي خفيف، لكن لازم ادي انتي فايرال، هو الانتي فايرال اللي موجود عندنا في مصر بالتدبين كده على العلبه، لكن هو مش انتي فايرال. هو حاجه زي الاتزورما اسمها دايسيميكتا. عارفين دايسيميكتا؟ دايسيميكتا فاير بيبقى بواكي او دايسيميكتا شور. ده رائع في الدايريه. هو بيدخل يعمل ادزوربان لكل البكتيريا والفيروسز والديفرنت باثوجنز اللي موجوده وبيخرج زي ما هو بدون امتصاص. وانت الجزء اللي حصله سكندري بكتيريال او اللي هو اللي مسبب الدايريه انت بتدي له الانتي بايوتكس الايه؟ المناسبه بتاعته. خلاص كده؟ طيب في بقى الست اللي قاعده جنب الكلب ايه اللي حصل؟ وعمل ايه؟ بالظبط دايريه خلاص كده؟ ده البرد ده الايه؟ البرد اللي بيجي اشتغل في عياده وجات له حاله برد مره واثنين وثلاثه تقول سميه بتميزيها بايه؟ بالريحه ريحه الفيكر مطر ليه ريحه معينه انا مش هقدر اكتبها لك خلاص كده زي ما تتكتبش خلاص كده؟ فنفس الريحه دي انت لو شميتها مره في اثنين في ثلاثه بتحفظها وبتبقى موجوده مجرد ما بتشمها هي اوفنسيف وحاجه صعبه جدا وبتبقى مخلوطه ما بين الميوكس على البلاط وبتديك تشوف الكلر كده لونه غريب تقعد تنضف فيه على الارضيه ممكن يومين عشان ينضف وهو برضه بيعمل ستيننج للمكان بيظبط المكان فهي هنا بتشوف هو نايم ليه فراح شطه خالص طيب الجاستروانتستينال مانيفستيشن في عندنا البارفو وفي القناين انفكشس هيباتايتس في القناين ديستمبر اتفقنا ان بيعمل انفورميشن وغيرات وفي القناين كورونا فايرال انترايتس. طيب في عندنا الفاين ليوكيميا بيعمل جاستروانتستينال مانيفستيشن القناين كاليسي بيعمل برضه نفس الكلام الكورونا انترايتس بيعمل نفس الكلام الفلاين بروتونايتس بيعمل نفس الكلام يبقى في كل الجاستروانتستينال دايريا كم فيروس بيسببوها؟ 8 خلاص كده؟ 8 ماشي كده؟ هنتكلم عن برضه انا جايب ده هنا ليه؟ هو عمال ايه؟ الكلاب دي بتعمل ايه في الارض؟ بتعمل ستافنج بتعمل ليكنج وعماله ايه؟ ودور تلحس كل حاجه الحيوانات كلها بتعمل كده بتتعرف على بعضها بايه؟ باللحس خلاص كده؟ وبالشم كل ده السورس بتاع الايه؟ بتاع الانفكشن كناين باركو تايب 2 انتيجينيك A و B و C
خلاص كده. وزاره الكوره شريف قالت ان اللي موجود عندنا الام والبي والسي دخلت نتيجه حرب ايه بقى؟ حرب العراق. وصلت عندنا في مصر موجوده في الليترشر عندها انه ده لف ونتيجه حرب العراق. عشان كده اي ديستربنس بيحصل حواليك فانت اول واحد تتاثر بيه. نزل لسوريا الاول اثبتوها في سوريا وبعد كده اثبتوها فين؟ في مصر. والدكتوره سميه موجوده والدكتوره شيرين مساعدات في البوست ده وعاملين سيكونسز. طلبت الطلبه اللي جايه عندنا سنه خمسه والدكاتره دلوقتي بنقول لكم ان احنا بنشتغل الفابيتيكال والسيكونسنج اللي بيتم السيكونسنج اللي هو اعلى حاجه موجوده وانت بتقرا جيناتيكال. احنا ما بنقعدش نقرا الكلام زي ما احنا بنقول لكم كده. ده شغل الايه؟ العيادات. شغل الريسيرش انت بتقراه بالجينات بتاعته. بتقراه بالايه؟ بالجينات. بتحلله. البي سي ار ده مرحله ما لغايه 95 96 ماشي، لكن ما بعد كده فاحنا بناخد الجزء ده يتقطع ويدخل بقى الادينين والجوانين والسيتوسين وكل فايرال وكل بكتيريا ليها الخريطه الجينيه بتاعتها. ده مهم ليه؟ عشان اعرف انا اتضربت منين. خلاص؟ كورونا لما حصلت ودلوقتي انا لما يجي لي حاجه زي كده من العراق وانت عندك فاكسين ممكن ما يكونش مغطي الثلاثه طايب. هو بيعمل ايه؟ بيضربك. طب بيضربك بيخلص على ايه؟ عصير الحرمان اللي عندك. طب الفوت اند ماوس بيحصل عندنا كل شويه ليه؟ يجي الاستيراد. طب الاستيراد بيدخل لي ايه؟ ممكن يدخل لي نفس اللي عندي بس بايه؟ بطيب مختلف. فانا لازم ابقى قاري اللي عندي. عشان كده البريودكال فولو اب للمايكرو اورجانيزمز اللي موجوده عندك ده بيبقى بروتكت وحاجه من الامن القومي بتاع اي بلد. بس الفيسز از سورس اوف ايه؟ اوف ذا انفكشن. فهو عمال يعمل ايه؟ يعمل يشم ويلحس والكلام ده. فممكن يلحق الانفكشن. الاورال انفكشن از ذا مين سورس اوف ترانسميشن بالنسبه للبرم. برايمري ريبليكيشن بيبقى في ريجنال ليف نود والتونسلز بيقعد من واحد اثنين دي ريبليكيشن وبعد كده في الاريثروسايت والمايكارديوم ونون ماتيور اريثروسايت بيطلع افكت على الاولد بابلز من 6 الى 8 اسابيع. يبقى هو بيصيب الكلاب او الكلاوز الصغيره اللي هو عمرهم من كام؟ من 6 ل 8 اسابيع، يعني شهر ونص لايه؟ لشهرين. تمام كده؟ طيب الكبده بيعمل ايه؟ بتحرم. خلاص كده؟ ده بارو فيروس انفكشن سايتس. في عندنا كارديو فور وفي عندنا ايه؟ الانتستنال فور. ماشي؟ الكارديو فور ريبورتد في الكيسز انترايتراين انفكشن. فانا في انترايتراين ايه؟ انفكشن بتحصل. الساينس ار كارديو اريثميا ديسني اند كاف. شايفين الهارت هنا؟ طب انا لما اسمع ده غير لما اسمع ايه؟ غير لما احط السماعه واسمع ده. ماشي كده؟ ساينس شوز بالمونري اديما اند هينتد باي ذس. هتلاقي في عندك اديما والاديما انت عم الساينس بتاع الاديما على اللنج انت شايفها كويس جدا بالسونار. عاوز بيرفكت عيادتك ممتازه عندك الكلام ده. يبقى لازم يبقى في موجود عندك ايه؟ سونار. انت شايف الايه الاديما اللي موجوده، شايف التغيرات اللي بتحصل، شايف الليمفادينوزس اللي موجود، شايف الاسبلين راح فين، شايف الليفر راح فين. كل ده مهم وانت شغال عشان تقدر توصل لدايجنوز ايه؟ دايجنوز مصر. طيب هنا الانتستينال فور اوف سايز مش فاهمين الكلام هنا عمل ايه؟ اهو ومش هرجع تاني ها؟ شايفين ركز ها؟ كده بعمل ايه؟ البوميشن في الكلب مش انتندد مش انتنشن. لكن خلي بالك ان في القطط انتنشن. القطط عينيها فارغه خلاص كده تاكل وتنكر. عارفين بيقولوا القطط تاكل وتنكر ليه؟ لا ده جزء في البيهافير. المفروض بتاعوت البيهافير كانوا بيدرسوا لك بس زي بعض. المعدية بتقول كل حاجه بعدين. القطط تاكل وتنكر ليه؟ القطه يهمها المكان والاكل والشرب في المواعيد. اتغيروا الصحاب في القطه مفيش مشكله هي عايشه معاك طالما المكان ما اتغيرش بالنسبه لها مفيش مشكله. اصحابها مشوا وراحوا مش مرتبطه بيه. لكن الكلب مرتبط بصاحبه. اتغير المكان ما اتغيرش المكان هو مرتبط بصاحبه. عشان كده القطط تاكل ايه؟ وتنكر. اصحابها يجوا لها بعد شويه مش عارفاها.
خلاص كده، لكن هي عارفه الايه المكان، مش عارفه الايه، مش عارفه القطه. القطه كلت وشبعت واديتها تونه واديتها سمك واديتها فراخ واديتها مش عارف ايه، وبعدين شمت الناس عندك بيقلوا سمك، تروح داخله في المكان اللي هي بتعمل بوبس فيه وتروح عامله ايه فوميشن وتجوع، وتيجي تقف في دولك عشان تاكل ساعات. بتعمل كده خلاص كده. وعلى فكره الجزء اللي انا دكتور حسين بتاع الفوميشن نتيجه البولس ده، انت هتلاقيه منتشر وهتلاقي الاسئله دي عندك للصبح. قول له ركز، لانك هتلاقي البولس بتاع الهيل موجوده معاك. ليه بقى؟ لان اصحابها ما بيعملهاش كومبينج، فانت لازم تنبه عليه ان هو كل يوم الصبح يعمل ايه؟ يمشط يسرح لها يعمل كومبينج خلاص كده. وانا بفضل البلاستيك، ما بفضلش الايه؟ الحديد اللي بيعمل دماغات. خلاص الانتستمنت هو ريبورتد بالضبط 6 ل 9 اسابيع، فيفر وديبريشن وليترجي ومشن هتبتدي وايت وتتغير الى يلو، وبعد كده براون. براون بتبقى نتيجه ايه بقى؟ دم حصل. طيب هو الجماعه بتاع القطط والكلاب دول المعده بتاعتهم ايه؟ بتطلع اتش سي ال خلاص كده، فتهضم الدم فتديني اللون الايه؟ تديني اللون براون في الكوميشن، لكن تديني اللون الاسود فين؟ في الدايريا. فيري سنسيتيف او اوفنسيف دايريا، دخلنا الريحه بتاعته لو شميتها مره لن تنساها بالمره خلاص كده. وبعد كده الدايريا تنجل وسبلاك ويؤدي الى الايه؟ الدي هايدريشن. هو الدي هايدريشن لو انت ما عرفتوش على الديسك ده، الدايريا تنجل وز ايه؟ وسبلاك ماشي كده؟ طيب وبعدين الاميون سبريشن، شايفين القطه بتعمل ايه؟ بتديك الوايت فورميشن ده، ما تنساش الصوره دي. دي بان نيكوبيني. دي فلاين بان نيكوبيني. خلاص كده؟ نص الحالات دي يتسجل عندي. نص الكلام خلاص كده؟ فده فلاين بان نيكوبيني. ماشي كده؟ ده الفلاين ليوكيميا، فلاين بان نيكوبيني، والفلاين ايه؟ والفلاين ايه؟ الفلاين نعم. ايه؟ انا مش خاصها ببني كوبين، لكن هي دي الصوره التبكه، الفوميشن والوايت والسن ده والام مش متخصصه خلاص كده. فلما اتعمل في هيستوري كامل، ولما اتعمل التستات هي فلاين بان كوبين خلاص كده. الفلاين بان كوبين باثوجينيك ريسك فاكتور اللي هو الباربو فلاين بان كوبين، الصوره بتاع الانفكشن كل البادي سيتيشن سيتيشن ترانسميتد باي اورو نيزل انفكشن. اتفقنا هم عمالين يعملوا ايه؟ سنافل عمالين يبحث ويشم. وبعد كده الانكوبيشن بيريد 4 لكام؟ ل 10 ايام. بيسموه فلاين باربو. فلاين باربو او فلاين بانيكوبينيا الاثنين، اللي هو القرنين باربو هو نفس الايه؟ نفس الصوت. شايفين هو ده كده. القطه هنا بتعمل ايه؟ جنين. ليه بقى؟ هي عندها هنا سي ان اس انفكشن، اللي سبق ده فين؟ في البريك مجنون. ده مش عمال قطه عاديه يعني، ما فيش غيره خلاص كده. كل الفاينز اسيرتابل نيو بورن كيتن شو سيستميك او سي ان اس انفكشن، اولدر كاتس شو بانيك اوبيريان ترايتس، اميون سبريشن نتيجه للديبليشن بتاع الفويد تيشو والماكروفاجز، والتشنج في السي بي سي في نتيجه للدستراكشن في البول مارو. لما اجي اعمل سي بي سي هلاقي اما تيور ار بي سيز وفايت بي سيز موجوده عندي ريكفري. طيب السايز اوف كرايت بانيك اوبيريان فيفر وديبريشن الفوميشن ريبورت يوم الاثنين بعد الفيفر، الفوميشن بتبقى وايت الاول تتحول يلو، وبعد كده تنجل الى بلادي. اورال ارستريشن بعدها ما بتاكلش، بيبقى فيه فنجل وفيه بكتيريا، بيحصل اورال ارستريشن وبعد كده ده هيدريشن. انا عارف ان الصور ساعات بتبقى مقرفه شويه، البلد بتاثر لك ان الكلى ما فيش مشكله بالنسبه لك خلاص كده. طيب الساينس اوف فلاين بايت كوبينيا، في عندك هنا ايه؟ سام تايمز ابورشن ريبورتد. الابورشن بيحصل نتيجه ايه؟ الابورشن في الفلاين بايت كوبينيا بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه الفيفر، نتيجه الفيفر حراره تمام كده. فبيحصل ابورشن في الايه؟ في المرحله الاولانيه بس من المرض. في بيورنت اوتايتس الاقي في دايما النهر الوسطى عندهم بتبقى في صديق اي ليجنز اللي انت هتشوف هنا. شايف هنا؟ ركز على العين هنا بتاع القطه، القطه هنا بلاين نتيجه للايه؟ للظهر اللي واقع عليها، فانت هتشوفه. الريتنال دي هيدريشن ميبي يؤدي الى بلاينز. شوف صحبتها واقفه اهو وهي واقفه مش شايفاها، كمان تلفت حواليها بس ما مش عارفه تمشي ازاي. دايما بتبقى مجموعه
كلهم ياخدوهم مع بعض ويبتدي بواحده وينتهي بايه؟ بالباقي. وهتلاقي السيكونس دي النهارده، دي بعده، دي بعده. الاول الفرق يوم، بعد كده يعني الاول فرق يومين، بعد كده الفرق يوم، بعد كده الفرق ساعات. عشان كده لما يكون في جروب او كولوني بنسمي في القطط او في الكلاب بنسميه ايه؟ بنسميه كولوني. لما يكون في كولوني انا بعالج الكل حتى لو عندي واحده بس. بعد كده سب نورمال تمبريتشر قريب من الدس كوما، وبعد كده ايه؟ دس. ده هو كوما خلاص، هو في شط ما ملوش حاجه. مش كده التريتمنت اند كنترول اوف دايريا، سفينه ومهب الريح طبعا، ما هو دي هيدريشن والكلام ده، ده عمليه ايه؟ عمليه صعبه. البرنسبلز اوف انترايتس تريتمنت، ريموفال الكوز ايجنت اشيله، ده عن طريق الفيروس منظف. وبعد كده الالتريشن اوف ذا دايت، اغير الدايت حتى عنده دايريا وما بياكلش، اجيب له ايه بقى؟ اجيب له مسحوق بروتين. عارفين الواي بروتين؟ الناس اللي بتروح الجيم الكلام ده، اروح اجيب واي بروتين موجود في الصيدليات، علب صغيره كده كويس كده، واي بروتين في حدود 60 70 جنيه. دي ممكن تكفي القطه العيانه مثلا 10 ايام، لان السكوب الواحد منها في حوالي 30 جرام بروتين. خلاص كده عشان يبقى سهل وبلده ان هو ايه؟ ياخده في صوره ايه؟ صوره سلوشن. ماشي؟ بعد كده فلويدز الفلويد سيرابي، ودي تركزوا عليها، ودي حد بس يديني فلاشه اديها لكم وتقولوها لبعض. انتستنال بروتكتر وازورتا وانتي دايريال دراج. المينتنس فلويد ريت، فاكرين في الكوبس واحنا بنشرح كنا بنقول ان الديهايدريشن النورمال قد ايه؟ مفيش سكندز خالص. طيب ال 5% 2 سكند 8% ها 10 سكند 12% يبقى كام؟ حد القاف 45% ده الكونستنت، وبعد كده بنضرب فين؟ على حسب الديهايدريشن والفورمولا، ونرجعوا لها بقى فين؟ في الفيديو بتاع التريتمنت بتاع الدارية بتاع الكوف على التشانل. خلاص كده؟ هنا الفورمولا في الكات والدكتور مختلف. في الكات الفورمولا 80 في البادي ويت، خلاص كده 75 بير 24 ساعه، يبقى هديله هضرب ال 80 في البادي ويت، خلاص كده 75 كل 24 ساعه. الرول اوف سام 2 الى 3 من بير كيلو جرام بير اور، يعني السرعه بتاع الانترافينس يبقى ايه؟ يبقى قليل خالص. هتبقى اسرع فين؟ في الكلاب 2 ل 6. طب الطب هضرب ال 132 في البادي ويت 0.75 كل 24 ايه؟ كل 24 ساعه. دي الفورمولا بتاع الكات ودي الفورمولا بتاع الدور. طيب الديترمينيشن اوف راوت اوف ادمنستريشن بقى بالنسبه للكاتس والايه؟ الكاتس والدور. ادي البيشنت بارامتر اللي هو ايه؟ الكاتس والدور العيان، وادي الحاجات الايه؟ الراوت اوف فلويد ادمنستريشن. امتى اديله القص؟ وامتى اديله سبت فينس؟ وامتى اديله انترا فينس؟ وامتى اديله انتر اوسيوس؟ انتر اوسيوس اللي هو ايه؟ حقن في العظم والبون مارو. طيب جاسترو انتستنال جراف اسبانكيشنال اند نو كونتراكشن اكزيست، يعني مفيش عندي خلاص بوميشن، يبقى ده هديله هنا ايه؟ بالقص. يقدر يبلع، الدنيا مستقره مفيش ديستربنس هنا. طب هتقولي ايه؟ حالات السيرجن، حاله اتخبطت حصل لها بليدنج، انا عاوز اديله وانا ما بعرفش ادي كانيولا، اعمل ايه؟ يا بالقص او اديها سبكوتينيوس. طيب انتسيبيتد ديهايدريشن يعني نص نص، مايلد فلويد فوليوم ديستربنس از ان اوت بيتنج سيتنج، يبقى هديها هنا ايه؟ سب كات سبكوتينيوس كوشنز يوز الايزوتينيك جراس كلاين. Subcutaneous fluids are best used to prevent losses are not adequate replacement serum. يبقى انا هادي هنا ايه؟ Subcutaneous بس. الاثنين. لا الاثنين. لازم ادي الاثنين، ما ينفعش ادي واحدة. طيب الهوسبيتالايزد بيشنت بقى يبقى عندي ايه؟ انترافينس او انترا ايه؟ اوسيوس. خلاص؟ في الكريتيكال كيس سيتنج هدي سنترال انترافينس، اللي هي حالات الايمرجنس لازم اديها انترا ايه؟ انترا فينس. يبقى عندك الجدول واقرا وشوف، ولو حد عاوز يناقشني في اي يوم انا موجود. طيب اديها هيدريشن اسيسمنت، اديها هيدريشن. لو الهيدريتد اللي هو النورمال هيبقى نورمال. طيب لو مايل يبقى 5% ادي مينيمال لوس اوف سكين فريجول، الاقي ان السكين
اما اجي اعمل له بانشنج كده الاقي ايه؟ هيبقى مش بيتشد معايا حلو قوي، يعني نص نص، اللي هو السكيل فولد اللي كنا بنقول عليه في الحالات الكبيره، لا هنا بنسميه سكيل تريجر. خلاص كده؟ طيب المودريت او 8% مودريت نص اوف سكيل تريجر درايف يوكاس بريك ويك رابيد بالسس، الاقي القلب بايه؟ اللي هو هنا فاقد لكميه ايه؟ لكميه عاليه من السوشيال. صح صح؟ بسرعه. خلاص كده المود السبير اكتر من 10% ده كونسيدرابل لوسز، هيبقى هاي باور هاي بوتنشال والرت ليفل اوف كونشيسنس، هي عماله داخله في كوما وايه ومحتاجين تعلق لها ايه انترا فينس. ماشي. طيب الفور كريتيكال ميجرز للسكسس في انتي مايكروبيال، اي انتي مايكروبيال هديه بقى؟ واتفقنا انتي مايكروبيال يعني انتي فايرال زي الانتي فير. خلاص كده انتي فير كانتي فايرال كويس كده، او ان انا هدي الايه الدايسيميكتيك ابزوربنت او هدي انتي بايوتيك. اي انتي مايكروبيال لازم يحقق لي الاربع حاجات دول: ديكريزنج المورتاليتي، ديكريزنج الجروث ريت، ديكريزنج السيفيريتي، وديكريزنج الديوريشن بتاع الدايريا. لو شفت ان الدواء بتاعك ما عملش الاربعه دول يبقى انت ماشي ايه في اتجاه مش مظبوط. طيب بيكوز ذا تو سايدز اوف سيرفكشن اوف ذا دايريا ار ذا سمول انتستين اند بلاد ادمنستريشن اوف انتي مايكروبيال، عشان اعمل بريفنت للايه؟ السكندري بكتيريا انفكشن. طيب اديشن انتي مايكروبيال هيوصل الثيرابيوتيك كونسنتريشن، وده ازاي بايه بندخل بقى الجلفروسبازم والانتي بيوتيك سيبسو من خلال الانتستين، ونشتغل جرام نيجاتيف جرام بوزيتيف، لكن في الاخر انا لازم يبقى عندي معمل لو انا انتي بيوتيك سلكتيف ومشخص بيه وثلاث ايام وما اداش نتيجه، يبقى في الحاله دي اوقف يوم واخد عينه ابعتها لايه؟ المعمل عشان تعمل لي سنسيتيفيتي، والافضل انك ايه سنسيتيفيتي من الاول. طيب التتراسايكلين، السيتروماميد، السيتاكسيد، الليبوسكريبتين، سيفتي فور، الاموكسيسيلين، الهيروجينيفورم، خدت بالكم، والدوكسيسايكلين اللي قال عليه الدكتور حسين ممتاز جدا، بس لازم تبقى كوشس ولازم تدي معاه فيتامين بي وبايوتين. والبايوتين على فكره رخيص، ده اقراص صغيره كده، العلبه ب 12 جنيه فيها يجي 30 قرص. البايوتين ده مهم جدا، ان انا لو اديت ليه بقى؟ عشان الدوكسيسايكلين بيأثر على الليفر، بيعمل لي فيه ديستربنس. الدوكسيسايكلين بيستعملوه في البني ادمين على فكره في علاج التيوبركلوسس، هو من اقوى الحالات اللي موجوده. وبعد كده بندي بروبايوتيك بكتيريا للكلب والقطه اللي عندنا واصحاب الحالات مش هيدخلوا ان هم يدوا بروبايوتكس. وده الرول بتاعها. الكنترول بتاع الدايريا ديكريز الميجر ستيشن رايزنج نون سبيسيفيك اميونيتي ورايزنج سبيسيفيك. هنا رايزنج نون سبيسيفيك ايه؟ ان الام متحسنه بتاخد الكوليسترول، النون سبيسيفيك ترى سميه هتديكوا الايه؟ البروجرام بتاع الفاكسنيشن. طب شايفين الكلب ده بيعمل ايه؟ هو بيكح بس مش عاوز يطلعها. ليه بقى؟ هو بيكح وبيبلع. ده ايه؟ ده مويست مويست اب. الريسبيرتوري مانيفستيشن في عندنا الفراير ريسبيرتوري ديزيز كومبلكس، قناين ديستمبر، قناين انفكشس هيباتيتس، قناين انفكشس ستراكو برونكايتس، قناين هيربس فيروس، الفلاين كاريس، كل دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا الكلام ده. بعد كده في اهم واحد فيهم اللي هو الايه؟ القناين انفكشس هيباتيتس. شايفين لون البول اللي نازل عامل ازاي؟ نسبه الفايل ايه؟ عالي. يجي يقول لك اللون غامق جدا، ان انا قاطع حلبه على البوتاجاز دي لي ايه؟ ادي لي فتره. خلاص كده؟ ف تمام؟ حتى ده اجمل من لون الشعير بكتير يعني ثلاث اربع مرات. ماشي؟ يبقى الكناين انفكشس باثوجينيك ريسك فاكتور اللي هو الادينو فيروس انتيجينيكالي ريليتد للادينو فيروس واحد واثنين مع بعض، السورس بتبقى السلايفا واليورين. خلي بالك طالما في حيوان مصاب يبقى لو انت عندك كورني كله هياخد ايه؟ كله هياخد انفكشن، فانت تلحق تعمل ايزوليشن وتراجع بروجرام الفاكسين بتاعك او بروجرام التريتمنت بتاعك. الفيروس بيرزيست في الرينال تيوبيول شيبنج لمده 6 ل 12 مانس بوست ريكفري. يعني لو عندي حيوان واحد يعني ايه؟ يعني موت مصر العربية 6 ل 12 شهر، عملية ايه؟ عملية صعبة لأقصى المرض. تمام كده؟ الترانسميشن بيبقى من خلال الانجيشن والانهاليشن وسام تايمز الاكتوبراسايت. Sometimes it is parasites. Type. Size of 9 hepatitis. The very acute form,
وده فين الاكيوت فور وادي الايه؟ الجروب السابق الايه؟ السابق الكيف تماما. طيب هنا الراجل ده بيعمل ايه؟ عنده نفس مانفستيشن هنا الساينس اوف الفير اكيوت بتاع الصدر ديس دامج اوف فايتال اورجنز. يبقى هنا ايه اللي هيبتدي يحصل له؟ برين دامج للبرين واللنج نتيجه للشوك بالايه؟ بالدوز بتاع الايه؟ بتاع الفيروس. ماشي كده؟ طيب الاخ ده بيعمل ايه؟ شوف هو ها؟ عايز يرجع كف هو كل ما يحركه عاوز بيكح بس الكح هذا ايه؟ مونستر وبيبرد وما عندوش نتيجه يعني او ديفنت. خلاص كده؟ ترانزنت باي فيزيك فيفر اللارج من البونسس. لو انا عملت اكزامينشن لمنطقه الهيد هنا هلاقي البونسس موجوده ولو فتحت وشغلت الكشاف بتاعي هلاقي برضه البونسس كتيره. الكافنج والسيرس نزل سوبر تشارج فارنجايتس والارنجايتس فهو هنا عنده الاثنين فارنجايتس والارنجايتس ولو انت حطيت السماعه هتلاقي اودبل نمونيا ابتدت تبقى موجوده. فين هنا الصوره عامله ازاي؟ ده مش طب دمي لا ده طب طب حاصل له ايه؟ حاصل له اديما في الهيد والنك مع سيرفايكال اديوباثي ليف اديوباثي لكن هو اساسا كان اديما في الهيد والنك. ابدومينال بين مع كوميشن سيرفايكال اديوباثي ليف اديوباثي مع اديما في الهيد والنك والاسايتس ممكن تتلاحظ اساسا تلاحظ فين في المراحل الايه؟ في المراحل الاخيره. يا ريت الصور تبقى ايه؟ او الفيديوهات دي تبقى معلمه في دماغك ومش هتلاقيها اوضح من كده. ولا حاجه اوضح من كده انت كده هتروح تحط ايدك تشتغل تمام؟ خلاص كده ده عندنا الايه بقى؟ البيتنج راش بتاع الهيمرج ساينس اوف اكيوت فور هيمرج على الماوس هيمرج اراوند الفيس هيمرج في بس الشامبر هوريها لك دلوقتي موجوده كبلو اي و ابيستاكسس بليدنج. شايفين هنا هو عامل ايه؟ ها؟ بيبص والعين مبرقه مفيش خالص هو مش شايف هو خايف والحيوان بيحس بايه؟ انه شايف وبيشم. طب لو اتلغى الشم واتلغى البتاع هيشوف طب في الحاله دي هو هيبقى ايه؟ هيبقى واخد الفيرنس ده عشان كده السايز اوف اكيوت فورم كورنيال اديما والارسريشن ودي مش هتشوفها غير لما تجيب الاستيثوسكوب بتاع الاي وتبتدي تتعلم انك تشوف الريتنا او ما تشوفهاش امتى حصل لها دامج وامتى ما حصلهاش والكلام ده. ماشي؟ طيب بعد كده البلو ايز نجيب اليوني او الباي لاترال كورنيا اوباسيتي اقرب واحده يوني واحده باي الديس نتيجه للهيباتيك انسكلوباسي وفي الكورس يبقى 5 إلى 7 ايام. فدي واحده يوني ودي واحده ايه؟ باي ادي الايه؟ الدمج. الصوره اللي حضرتك السيمبتوماتيك تريتمنت بقى بتاع الريسبيراتوري ديس اوردرز. اول ذا فولوينج ستيبس كل اللي هقوله شايفين عادي الكلاب اللي ورا ده خلاص في الخلفيه كل خلاص كده كل الستيبس اللي هقولها دي مسلم بيها على مستوى الايه؟ على مستوى العالم. كل الانتي بكتيريال دراج كونتينيوسلي من 3 لـ 7 ايام. هستعمل ايه انتي بيوتكس؟ هقول لك لكن في الاخر انت معاك الايزي دراج او الدراج دوت كوم او هتشتري الايه؟ الدراج بوك منين؟ من اي مكتبه بتبيع كتب طبيه ودي بتتغير سنويا. خلاص كده؟ عشان تبقى عارف ايه اللي موجود في الصيدليات واسعارها. لانك ممكن تكتب حاجه وصاحب هيجي يقول لك احنا ب 100 جنيه اجيبها ازاي؟ خلاص كده؟ طيب الانتي بكتيريال دراج اموكس 7 ودي الدوز بتاعته طاقه بيادين وطاقه بيادين الكلور بريكول والبريكتومايزر والانكومايسن والاوكسيد والخيطين تمام؟ انا شخصيا بفضل الانكومايسن. خلاص كده؟ الانكومايسن في كتير مايسن مع بعض موجودين في واحد في دراج وبيبقى كروس سبيكترم والدوز بتاعته 0.6 فبيبقى السعر غالي لكن لما بتقطع بتبقى الدنيا ايه؟ الدنيا طيب رقم اثنين النانو سترويدا فاحنا النانو سترويدا لازم تستخدم معاها امبريلا ايه؟ من الانتي لكن هنفترض انت بقى ما عندكش الامبريلا دي فانا في الحاله دي هستعمل ايه؟ نان سترويدات. نان سترويدات الروبتين مليت الميثامينيك اسيد والارمينيزين والاحتفال التركيبي اللي هو حتى الامبريل انت بايلت هو انرجيتك انت بايلت الاكشن بتاع الكيميكال ميزرم بيبقى ايه؟ بيبقى لو وما بيأثرش على الاميون سيستم. طب الكورتيكوسترويد
الكيماتون اللي موجود وده شورت اكشن. يعني قد ايه كل قد ايه؟ 24 ساعه. انا بفضله في حاله الشورت، بفضله في حاله ايه؟ الشورت. او ان انا عاوز اعمل ايه بس انا هدي النهارده، لكن لو جيت كده دي الكيماتون ده لون ممكن يقفل، ممكن يستمر معايا من 10 ايام لشهر على حسب الحيوان اللي عندي. فبلاش تحط الكويت اللي في كذا حاله فقط وقت ليه؟ خلاص كده؟ تزيد الانفلاماتوري يوز يستعملوا انتبيوتيك مع الجبس. انا بفضل الجبس على الكنترول. الجبس الكنترول مش هيدينا الا اذا كان في عندي حاله انتبيوتيك بقى، وانا عندي عمر كبير من الضب. الضب يعيش لغايه ممكن لغايه 25 سنه، بس الريبورت من 12 ل 14. بس العمر ده اجي احسب عمر الكلب او القطه ازاي؟ حدود رينج كده عشان تبقى مريح دماغك. السنه عندهم في 7 سنين عندنا، يعني لو كلب عنده سنه يبقى ده بيطلع عنده 7 سنين، سنتين 14. يا ليه حسبه كده صغير، لكن ده ايه؟ المرخص عشان تبقى لما حد يقول لك 5 سنين كلب عنده 5 سنين وابتدت العمليه ايه؟ تبقى تعبانه معاه. ماشي يا عم، ده عنده 35 سنه ده ايه؟ ده يكبر وهكذا. خلاص الكلبات مايليتك الموجوده عندك خلاص، الامن فنين والايزوفنين والطب تونر موجود عند جسدك. الترسين دريفاتيك ده بيبقى سيميليت الادرينال جلاند البايو كلينيك اسيد والترسين والامايو كلين في حالات ايه بقى؟ حالات الازمه، حالات الازمه، حالات الايه؟ البرونكايتس. وانت بتدي الانتيبيوتيك ومعاهم ده، وده بتستمر عليه ايه؟ فترات طويله شويه. ماشي. بعد كده عندك الاكسبكتروم ده الفيرت امونيوم لو موجود، البرو والاستثنين والارسينيك توكسيكويد دول بيطري. انا بفضل انت تستخدم ايه؟ الاكسبكتروم البشري اللي موجود عندك، والازازه دي بتكفيك من 5 لـ7 ايام، دي مرتين في اليوم من 5 لـ7 ايام. بعد كده الانتيميتوتيك دراج، الفينستاتين، الانفوتريسين، الميزوفالفين، والبروتريمازول، والمايكونازول، ودول مع حالات الايه؟ السكيل افكشن اللي هتديها بصوره فري. السبورتيف تريتمنت ده مهم خالص، واهمهم الايه؟ الفيتامينز والمالتي فيتامينز. والفيتامين بي كومبلكس موجود عندك في صورتين، البيتولفكس وده انا بفضله لانه بيقعد لون، وممكن تدي امبول كل اسبوع ل 10 ايام، او النيوروتون وهتدي امبول كل ايه؟ كل يوم، وده هيبقى صعب عليه مع الايه؟ مع المالتي ده. بس كيبو ذا تراك، انا كده خلصت. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه. الدنيا معقوله، لو حد عنده سؤال انا جاهز. الامور كده مشروحه صوت وصوره، فانت عايش مع الحيوان فالمفروض ان الدنيا كده ايه؟ مظبوطه. تمام؟ نشوفكم على خير، ونلقوا دوره سعيده، وربنا يكرمكم. الحمد لله على السلامه، ومرحبا بكم في ايه؟ في بني سويف.